القصة دايما مرتبطة بالأرقام وبالأعداد، فأعتقد أنه مقارنة بالأعداد دي حتى لو كلامنا على مستوى قارة أفريقيا فمصر تستحق الحقيقة عدد محترفين أكبر بكتير الحقيقة من المتواجدين في ملاعب أوروبا. وتعالوا ناخد جولة مع محترفينا في الخارج لتقدر تقول إجمالا أن الأسبوع ده كان أسبوع موفق للمحترفين المصريين سواء على مستوى المشاركة أو على مستوى الفاعلية والتأثير. البداية مع إنجلترا، وبما أن احنا في إنجلترا يبقى مو صلاح في مقدمة محترفينا في الخارج، لاعب ليفربول طبعا شارك في مباراة فريقه الأخيرة اللي تعادل فيها أمام وولفرهامبتون بنتيجة 2-2 في مسابقة الكاس، شارك لمدة 85 دقيقة، سجل هدف واحد من الاثنين اللي سجلهم ليفربول، كان ليه محاولتين على المرمى، لمس الكرة 46، خسرها 15، مراوغات 4 ما نجحش في ولا واحدة، تمريرات 27 بنسبة دقة 81%، والكي باسز 2، والتقييم في المشاركة دي 7/10. محمد صلاح من ليفربول، ونروح للندن وتحديدا ارسنال مع الجانرز نجمنا المصري محمد النني. النني بيشارك في ماتش ارسنال الاخير واللي فاز فيه ارسنال على اوكسفورد بنتيجه 3-0 في كاس الاتحاد الانجليزي. النني شارك لمده 90 دقيقه وسجل واحد من الثلاث اهداف اللي سجلهم الجانرز، لمس الكره 61 مره وخسرها 5 مرات، 56 تمريرة عدد تمريراته بنسبة دقة 91%، وإنقاذ وحيد لفرصة في المباراة، وتقييمه في المباراة 7.4 درجة من 10 درجات. عودة لنيني بعد ما كان في كلام طبعا على رحيله في الميركاتو الشتوي لأستون فيلا، وما زالت المفاوضات قائمة ورغبة أوناي إمري في تمسكه بضم النجم المصري قائمة لغاية اللحظة. نروح لسام مورسي إبسويتش تاون، شارك في تعادل فرقته أمام لينكلن بنتيجة 1-1، شارك لمدة 90 دقيقة كاملة، لمس الكرة 88 مرة وخسرها 15 مرة، تمريراته 71 بنسبة دقة 87%، 3 تمريرات مفتاحية، 3 تصويبات على المرمى، إنقاذ لفرصتين وتقييمه 7.4 درجة. وإبسويتش تاون بيحتل حاليا المركز الثالث في جدول الليج 1. طبعا حافين بريمير ليج تشامبيونشيب وبعدين الليج 1 اللي بيلعب فيها سام مورسي. من انجلترا نروح فرنسا والمحترف المصري الوحيد في الملاعب الفرنسيه وتحديدا في نونت الفرنسي مصطفى محمد. مصطفى محمد شارك في فوز نونت على فيرواس بنتيجه 2-0 في كاس فرنسا، شارك او لعب 72 دقيقه من عمر المباراه وسجل هدف من الهدفين اللي سجلهم فريق نونت، لمس الكرة 19 مرة خسرها 5 مرات، تمريرات 15 تمريرة بنسبة دقة 73%، التحامات الهوائية 4 نجح في 3 منهم، وتقييمه في المباراة 7.2 درجة. تركيا، والبداية طبعا مع تريزيجيه اللاعب المصري المحترف في ترابزونسبور. فوز عريض حققه ترابزونسبور الاسبوع ده، شارك فيه محمود حسن تريزيجيه، او انا اسف خساره عريضه تعرض ليها ترابزونسبور بنتيجه 5-0 امام الانيا سبور، وشارك محمود حسن تريزيجيه كاساسي، لعب 90 دقيقه من عمر المباراه، كان ليه محاولتين على المرمى، لمس الكره 72 مره وخسرها 16 مره، 49 تمريره بنسبه دقه 90% والتمريرات المفتاحيه 2، 5 مراوغات نجح في واحده منهم وتقييمه في المباراه 6.3 درجه. وترابزونسبور بيحتل حاليا المركز السادس في الدوري التركي برصيد 29 نقطه. احمد حسن كوكا المحترف في الدوري التركي وتحديدا في الانيا سبور اللي شارك طبعا في مع فرقته في الفوز على فريق تريزيجيه بنتيجه 5-0، شارك لمده 66 دقيقه، احرز هدفين من 5 اهداف اللي احرزتهم فرقته، لمس الكره 34 مره خسرها 12 مره، 21 تمريره بنسبه دقه 76% والتقييم 8.1 درجه. والانيا سبور حاليا بيحتل المركز الثامن. خليني اقول لكم الاسبوع ده شهد ضم احمد حسن كوكا للتشكيله المثاليه للجوله دي في الدوري التركي. من تركيا هنروح للمملكة العربية السعودية وتحديدا أحمد حجازي نجم اتحاد جدة اللي شارك في تعادل فريقه أمام الشباب بنتيجة 1-1، مدة مشاركته كانت 90 دقيقة كاملة، أحرز هدف فريقه الوحيد، لمس الكرة 66 مرة وخسرها 9 مرات، كان ليه 3 محاولات لإنقاذ فرص ناجحة في المباراة، التحامات هوائية مرة وحيدة نجح فيها بنسبة 100%، ارتكب خطأ وحيد، مراوغات واحدة بنسبة نجاح 100%، والتمريرات 57 بنسبة دقة 86%،
تقييمه الأسبوع ده خد 7.2 درجة، واتحاد جدة بيحتل حاليا المركز الثالث في الدوري السعودي برصيد 25 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المتصدر فريق النصر طبعا السعودي. طيب